السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. إزيكم وحشونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات سيرة وتربية الحمام. فيديو النهاردة بعنوان 7 شروط لازم تتوفر عندك لو أنت عايز تعمل مزرعة حمام لاحم، أو يعني لو عايز تبدأ بكمية حمام كبيرة. لو شرط واحد عندك من السبع شروط دول مش متوافر، المشروع احتمال كبير يفشل منك، وأنا مش عايزك تفشل لا قدر الله. لازم تبدأ صح عشان المشروع بتاعك ينجح بإذن الله. ده لو انت عايز تعمل، يعني لان في ناس كتير زعلت وقالت الفيديو اللي فات فيديو محبط، ان انا قلت لك بلاش تعمل مشروع الحمام ده للوقتي. لكن هقول لك برضو 7 شروط اللي انت لازم توفرهم بالتأكيد يعني عشان تبدأ المشروع وتكون ناجح في المشروع يعني بإذن الله. الشرط الاول اللي هو لازم يتوفر عندك قبل ما تبدأ في مشروع الحمام اللاحم، ان يكون جنبك طبيب بيطري، يكون جنبك طبيب بيطري فاهم في الحمام، مش فاهم في الفراخ بس، لان كل الاطباء البيطريين شاطرين في الفراخ، لكن في الحمام قليل جدا اللي بيعرف في الحمام. لدرجة ان انا مرة رحت للدكتور بقول له في زغاليل صغيرة ما بتاكلش لوحدها، الاهالي ما بتاكلهمش، وحالتهم كذا كذا كذا، فبيعطيني علاج على اساس ان الزغاليل بتاكل لوحدها زيها زي الكتاكيت اللي هي ما بتفقس بتاكل لوحدها يعني. فما عندوش فكرة ان الزغاليل لازم اهاليها تاكلها لغاية عمر مثلا 25 يوم، ما عندوش الفكرة دي. فلازم تروح للطبيب بيطري فاهم، ده شرط اساسي، ويكون متوفر عنده ادوية البيطرية المستوردة. وبأكد على طبيب بيطري فاهم، لان كلهم زي ما قلت لك مش كلهم فاهمين في الحمام. انا بدأت باول شرط، لان بالنسبة لي اللي هي توفر الطبيب اللي فاهم والادوية البيطرية، انا شايف ان دي اول شيء لازم تفكر فيه، لان هيصفك كتير من الامراض الغريبة والجديدة يمكن على الناس اللي هي الناس القديمة كمان. الناس الخبرة ممكن بيظهر حاجات كل سنة ما كانتش موجودة قبل كده. 2، ان يتوفر المكان الواسع. لازم يكون عندك مكان واسع اللي هتبدأ فيه التربية، يعني ما تبدأش مثلا بمية جوز والمكان عندك على قد المية جوز. لازم يكون المكان عندك، لو هتبدأ بمية جوز لازم يكون عندك المكان يتسع لخمسمية جوز. ايوة زي ما سمعت حضرتك كده. ليه بقى؟ هقول لك ليه يكون عندك المكان واسع. اعمل حساب لقدام، لان انت هتنتج والعدد هيزيد، فهيطلع عندك زغاليل، الزغاليل هتكبر، ممكن تفكر تجهزها شبابات. هقول لك برضو كمان، ويكون عندك المكان مجهز بسلكات لو هتربي في سلكات زي كده. طبعا تجيب سلكات مش من اي حد، تجيب سلكات برضو سلك تقيل عشان انها تتحمل معاك تشتغل سنين كتير. او لو ما انتش عايز تربي في سلكات، يكون عندك مكان كبير تقسمه لعدة غرف، عدة تقسيمات، تقسمه على غرف مقسمة ان شاء الله بسلك، مش لازم مبنية يعني. هتحتاج مكان طبعا تفرخ فيه حمام الاهالي، تفرخ فيه، وفيها مكان كمان تشبب فيه زغاليل، ويمكن تبيع شباب او تزود عندك الاعداد بعد كده، ده مكان تاني. ومكان تعزل فيه المريض، ومكان هتحط فيه الحمام اللي انت هتجهزه للبيع برضو. وكل ما كانت عدد الغرف عندك اكتر في المكان، كل ما هتكون مرتاح اكتر. حتى لو انت في الصيف حبيت تعزل الدكورة عينيتي توقف الانتاج، هيكون عندك غرف تكفي ان انت تحط الدكورة في غرفة والنيتي في غرفة تانية. الشرط الثالث، ان يكون لديك خبرة كافية. يبقى عندك خبرة كافية في التعامل مع المشاكل وفرز البيض والزغلول الكبير والزغلول الصغير واعطاء الادوية والتأكيل اليدوي اذا احتجت له. واذا ما كنتش عندك الخبرة دي في الحاجات دي، فما تبدأش بعدد كبير، ابدأ بعدد صغير اتعلم فيه الاول، واذا كان عندك الخبرة توكل على الله وابدأ بالعدد الكبير بعد ما تشوف بقية الشروط. الشرط الرابع، انك تشتري السلالات من مصادر موثوق منها، ويفضل تنوع المصادر، يعني ما تشتريش من نفس الشخص، اشتري من اكتر من مصدر، حتى انك تباعد بين الدم، يعني ما يحصلش زفارة ريش اللي هي بنتكلم عنها. او انت عارف طبعا، الناس عارفة جواز الاقارب حتى في الحمام ممكن يعمل مشاكل، عيوب خلقية، او مشاكل اللي هي زفارة الريش اللي قلنا عليها، او الريشة الملونة اللي بتظهر برضو. لما تباعد بين الحمام يكون افضل، يعني تشتري من مصطفى زي ما قلت قبل كده ذكر، ومن محمد ذكر، تجوزهم لبعض وهكذا يعني. الشرط الخامس، انك تدرس المنطقة اللي انت هتربي فيها، المنطقة اللي انت هتقيم فيها المزرعة، ادرسها
كويس اللي هتنشئ فيها المزرعه يجب ان يتوفر فيها ايه؟ ماء صالح للشرب. اهم شيء اتاكد ان فيها ماء صالح للشرب متوفر في المكان، متوصل بماسوره ميه في جوه المكان جوه المزرعه، ان انت طبعا كميه كبيره تحتاج ماء كتير للغسيل وللشرب. ويتوفر في المنطقه دي كمان مكان اللي هتشتري منه الاعلاف. ويا سلام، يفضل كمان يفضل ان انت تقيم المزرعه في وسط الاراضي الزراعيه اللي هي منطقه يكون فيها اراضي زراعيه اللي هي بتزرع الاعلاف او الحبوب اللي انت هتشتريها منهم من الفلاحين بسعر ارخص بكتير 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 من ان انت تشتريها من التجار. اذا تشتريها جمله بالسنه في وقت الموسم بتاع الحصاد هتوفر كتير. فميزه كويسه قوي ان انت تقيم المزرعه في المنطقه الزراعيه اللي بتزرع المحاصيل ديت، تكون وفرت كتير جدا. لانك لو هتشتري الاعلاف من مكان بعيد طبعا هتتكلف عليك نقل غير تمنها اللي هيكون غالي اصلا لما تشتريها من التجار، فطبعا هتتكلف عليك زيادة جدا، زيادة في السعر وزيادة في النقل، فيصبح المشروع بتاعك انت بدون جدوى، مش هتستفاد حاجة. فلازم تفكر وقتها انك تشتري من الارض مباشرة من الاراضي الزراعية، يكون اوفر لك كتير جدا جدا جدا. الشرط السادس وهو تسويق الحمام. طبعا ان شاء الله يعني ان انت هتطلع انتاج وهتسوق الحمام اذا كنت هتبيع زغليل. طبعا المزرعة كبيرة فهتطلع زغليل كتير بإذن الله. فلازم لو انت هتبيع زغليل هتبيعها المطاعم، انك تتفق مع موردين للفنادق او المطاعم. المطاعم الفاخرة طبعا هي اللي هتاخد الحمام اللحم منك، لان انت محتاج تبيع بسعر كويس. لو بعت لمحلات الفراخ هتبيع بسعر قليل، فانت الافضل انك هتتفق مع الفنادق الفاخرة او المطاعم الفاخرة اللي هي تاخد منك الانتاج سواء مذبوح او تاخده منك صحي قبل ما تبدأ المشروع بإذن الله، وتعرف منهم العمر المناسب. لازم يكون عندك خبرة انك تعرف منهم العمر المناسب للذبح، لان بالنسبة للمطاعم والفنادق اعتقد ان هم بيحتاجهم من عمر صغير بحيث ان هو يكون مليء بالدهون واللحم، لان طبعا الزغلول لما بيكبر بعد كده بينشف ويخس، فانت محتاج انك انت تطلع زغلول حجمه كبير وعمره صغير. فمحتاج ان انت تعرف ايه الحمام ياكل ايه، كلفة كويسة ايه، اعلاف تضيفها ايه، واضافات مكملات غذائية تحطها ايه عشان تطلع زغلول اللي هو يطلع في عمره صغير ويكون بحجم كبير يتقبل في المطاعم او في الفنادق اللي هي تاخد منك الحمام ده. لان طبعا الزغليل دي هتتشوي على الفحم، فهم عايزين فيها دهون عالية ان هي ما تنشفش وهو بيشويها، يعني ان شاء الله كده بإذن الله. الشرط السابع والاخير ان شاء الله، اذا كنت هتبيع سلالات في السوق، يعني هتبيع حمام شغال في السوق او حتى زغليل او شباب، فكده انت هتتعامل مع الناس، انت هتتعامل مع كل الناس، هيجي لك من كل الفئات الشعب، فلازم هيعرفوك ازاي. لازم تعمل لك صفحة او جروب على الفيسبوك او اي صفحة، حتى لو هتعمل قناة على اليوتيوب تعرف الناس بيك، حتى لو هتعمل لها اعلان ممول لازم تعمل لها دعاية كافية وتروج لمنتجك قبل ما يظهر الانتاج، عشان ما تجيش تبيع تلاقيك ان انت ما انتش عارف تبيع اصلا ويكون محدش عارفك. وطبعا لازم تكون مميز في حاجة اللي هي السلالة كويسة، ويكون مميز لو هتبيع زغليل بسعر الزغليل، يعني يكون جودة وسعر وأمانة، الأمانة أهم شيء. بس كده أكون خلصت موضوع فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.